اتفق معاك في يعني في جزئيه، والجزئيه الثانيه خلينا نتكلم على شخصيتين لاثنين مدربين مختلفين. خلينا نتكلم، احنا شفنا فايلر شخصيه مختلفه شويه، ما بنقولش اني احسن واني اوحش، بس انا شايف ان فايلر كان شخصيه مختلفه شويه عن موسيماني. فايلر راجل اوروبي، مدرسة مختلفة، مدرسة مختلفة، وخلي بالك كمان يسمع النادي الأهلي نادي كبير قوي ونادي أكبر أندية الأفريقية، لكن ما عاش ده، ما شافش ده. عندنا موسيماني عاش ده وشاف ده، ومدرب كان يتمنى من 2018 إنه يكون المدير الفني للنادي الأهلي. فأنا في اعتقادي الجزئية دي هتدي طموحات أكبر وشغل أكتر لموسيماني إنه يشتغل مع النادي الأهلي، وأنا أعتقد إن في كيمياء واضحة ما بينه وبين اللعيبة. وكنت بتكلم حتى والله يا كابتن علاء، حتى كنت بتكلم من منطلق الرؤيه نفسها. لو احنا شايفين ان موسيماني مدرب، هو مدرب كويس ويشتغل على بروجكت ويشتغل 3 4 سنين مع النادي الاهلي، احنا عارفين عقده سنتين، ليه لا؟ واحنا شايفينه ده هو دوت، ولا قدر الله ما خدناش حتى البطوله الافريقيه، لا ده الراجل مكمل معانا عشان هو ده الانسب. هو ده الفكر اللي بتكلم عليه، يعني هو ده الفكر اللي ممكن نتكلم عليه. اتفق معاك، لان لو برضه نرجع لورا، ايه الهجوم اللي حصل على فايلر لما جيت اول ما فاكر الحمله الالمانيه الشرسه، ان هو ما يعرفش حاجه ناس في افريقيا كتير قوي. ومين جايبين ده والسي في بتاعه ما ركبش وما راحش افريقيا ولا يعرف افريقيا دي فين ولا 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 صحيح. وبعدين اشتغل الراجل النهارده المدرسه، انت جبت واحد من قلب افريقيا، من قلب افريقيا نفسه اشتغل وعارف النادي الاهلي بيلعب الوداد، عارف الوداد النادي الاهلي بيلعب الرجاء، عارف الرجاء بيلعب اي فرق، ان هو راجل عايش في افريقيا مع فرقته وعارف الدنيا ماشيه ازاي. فاعتقد انا نرجع نقول ده على فكره اختيار موفق، اختيار موفق جدا. انا معاك والنتائج ساعدته، يعني عجلت بيه اقتناع الناس بيه. ده حقيقي.